الامين العام لحزب الجماهير الوطنيه يحذر علاوي من التجاوز على دستوريه الكتل السياسيه ومطالب المتظاهرين محافظ صلاح الدين يعلن الموافقه على افتتاح ملاحظيه التسجيل العقاري في بيجي ويشارك باجتماع للاحصاء السكاني مؤسسات ودوائر حكوميه تثمن دور محافظ صلاح الدين في الارتقاء بالواقع الخدمي وبما يلبي طموح المواطن القوات الامنيه مستمره بملاحقه عصابات الجريمه المنظمه وبغداد ومدن عده تكتسي باللون الابيض حياكم الله الى هذه النشره المفصله من قناه صلاح الدين رفض القيادي في تحالف القوى الامين العام لحزب الجماهير الوطنيه النائب الدكتور احمد عبد الله عبد ابو مازن اسلوب ومنهجيه المرشح محمد علاوي في تشكيل الحكومه المقبله مؤكدا ان محاولات علاوي الالتفاف على مطالب المتظاهرين السلميين بالتغيير على اساس المواطنه والكفاءه العراقيه اضافه الى حقوق ومسؤوليات شركاء العمليه السياسيه ستعجل بافشال خطوات تشكيل حكومته وليس العكس وقال الدكتور أبو مازن في بيان له إن المكلف محمد علاوي اختار الطريق والتوقيت الخطأ بمحاولة تفصيل حكومة على مقاسات جدلية وكأنه يصم أذني على مطالب الشارع المنتفض ومنذ أشهر أو أنه يتوهم القدرة على تغييب دور بعض الكتل السياسية في ربع ساعة الأخيرة من التوقيتات الدستوريه مضيفا انه اذا كانت مهمه حكومه علاوي تقتصر على اجراء الانتخابات المبكره فمن الاجدر الابقاء على حكومه عبد المهدي لاداره هذه المهمه مع التذكير بان الكتل السياسيه تراقب وتحسب تحركات علاوي ولم تقبل بشروط الامر الواقع تحت اي مسمى اعلن محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل الموافقه على افتتاح ملاحظيه التسجيل العقاري في قضاء بيجي ومباشره العمل فيها لتسريع انجاز معاملات المواطنين بعد استقرار الوضع الامني فيها وعوده النازحين وقال محافظ صلاح الدين ان وزير العدل فاروق امين شواني وافق على مقترحه بفتح فرع التسجيل العقاري في بيجي وبحضور الدكتور صالح الجبوري وزير الصناعه مثمنا هذا التعاون الذي يسهم في الحد من معاناه المواطنين يشارك المحافظ باجتماع الهيئه العليا للتنسيق بين المحافظات والخاص بالاعداد لتنفيذ الاحصاء السكاني العام في العراق ومن المؤمل اجراؤه العام الحالي وسيقدم المحافظ رؤيته والخطط الموضوعه لاجراء التعداد بالشكل الذي يغطي كل مناطق صلاح الدين ويعطي الصوره الحقيقيه لعدد سكانها وحالاتهم المعيشيه ونسب الفقر وقله المشاريع الخدميه والانتاجيه والتي تستوجب على الحكومه الاتحاديه التعامل معها بجديه والتوجه على رفعها كون المواطن هو اساس المجتمع ولا بد من الارتقاء بواقعه بتوجيه من محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل عقد اجتماع برئاسه النائب الاول للمحافظ اسماعيل خضير الهلوب حضره عدد من مديري دوائر البلديات وعقارات الدوله والزراعه والتخطيط العمراني والكهرباء لمناقشه الاجراءات الخاصه بالاراضي السكنيه وتخصيصها وتوزيعها بين المشمولين واكد النائب الاول للمحافظ اكمال الاجراءات التي تم تحديدها وضمن حدود داخل وخارج البلديه للعمل على مفاتحه الجهات المعنيه واكمال اجراءاتها لاجل تسجيلها قانونيا وفنيا ومنح حقوق التصرف بها. هذا الاجتماع كرس طبعا لموضوع تخصيص الاراضي لكل الشرائح. يعني موظفين شهداء وجرحى وغيرها من الشرائح المهمة ويعني صعوبة ومشاكل تخصيص الأراضي قسم منها يتعلق يعني بوجود الأراضي أو عدم وجودها وقسم منها يتعلق بالتداخلات ما بين الدوائر والوزارات المعنية واختلاف القوانين والقرارات بخصوص هذا الموضوع طبعا كرس هذا الاجتماع لتحصر كل المشاكل المشاكل التي يمكن حلها في المحافظة والمشاكل التي تحتاج إلى تدخل مباشر من السيد وزير البلديات أو السيد وزير المالية أو حتى وزارة العدل فحصرنا كل المشاكل والإشكاليات خلينا نقول ما بين الدوائر الموجودة حتى يكون هناك نقاش ما بين واجتماع ما بين المحافظة وفد من المحافظة برئاسة السيد المحافظ مع الوزارات المعنية طبعا الجانب الآخر يجب أن يكون هناك الوفد الآخر برئاسة الوزير حتى يتم حل هذه المشكلة سوف تكون هناك لدينا وفرة كبيرة من الأراضي يتم توزيعها على الشرائح المهمة في المحافظة إذا لم تحل هذه الإشكاليات ما بين الوزارات ما بين الدوائر المعنية سوف يكون هناك تأخير كبير بتوزيع الأراضي ويكون هناك مشاكل كبيرة لكن حصرناها وسوف يكون قرارات تتخذ من قبل الوزير مباشرة ومن قبل السيد المحافظ بهذا الاجتماع إن شاء الله تنفيذا للتوجيه السيد محافظ صلاح الدين حول عقد اجتماع لهذا اليوم في مبنى المحافظة وتضمن محضر الاجتماع حول إكمال الإجراءات الخاصة بفرز الأراضي السكنية علما أنه لدى المؤسسات البلدية ما يقرب من 30 ألف طلب تخصيص قطعة أرض وهذا يتطلب أنه تنجز التصاميم وارسالها الى مديريه التخطيط العمراني في بغداد وموافقه السيد الوزير على هذا الاجراء. طبعا هنالك بعض المشاكل اللي موجوده وهي حقوق التصرفيه على هذه الاراضي من ضمنها العقود الزراعيه الموجوده وكذلك فيما يخص العقارات الدوله وتم الاتفاق على صيغه عمل ان شاء الله لغرض تسريع العمل وانجاز ما مطلوب. ناقش النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمه البلداوي مع ممثليه مشروع دعم دور النساء في الامن والسلام بالهياكل المحليه والاداريه في ضوء قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 لسنة 2000 بحضور عدد من ممثلي الدوائر الحكومية وضمن مشروع يقام في أربع محافظات بينها محافظة صلاح الدين وأكد النائب الفني للمحافظ دعم حكومة المحافظة للبرنامج لحماية المرأة ويفعل دورها بشكل أكبر في المجتمع اقيم في قصر الثقافه والفنون في محافظه صلاح الدين حفل تابيني على ارواح الذين ضحوا من اجل نصر العراق ووحدته ومنهم الشهيد ابو مهدي المهندس حيث القيت بالمناسبه كلمات وقصائد حيت دور الشهداء في الحرب على الارهاب وتعزيز اواصر اللحمه الاخويه اليوم نحضر احتفالية الحفل التعبيني لأربعين الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه هذا الشهيد الذي ضحى كثيرا من أجل تحرير هذا المناطق وخصوصا محافظة صلاح الدين والذي كان له بصمة كبيرة من أخوانه من أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية بتطير هذه المناطق من دنس عصابات داعش الإرهابية وعودة العوائل والنزحين إلى مناطقهم اليوم مشاركتنا ومساهمتنا في هذا الاحتمالية كمحافظة صلاح الدين هي من أجل إرسال كلمة الشكر والامتنان لكل من ضحى وجاهد من أجل محافظة صلاح الدين من أجل أبناء محافظة صلاح الدين من أجل عودة هذه العوائل للمحافظة الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والنصر إن شاء الله العراق هذا الرجل تعلمنا منه الكثير وكان نعم القائد والأخ والصديق رحمة الله عليه كان له مقولة مشهورة كان يقول لا نصر بدون عودة النازحين إلى ديارهم هذا قالها لي شخصيا ونحن نريد أن نطمئن الجميع بأن النازحين جميعا سيعودون إلى ديارهم وهذه معلومات وليس تحليل في أقرب فرصة هذه المناسبة عندما نقف فيها نتذكر تلك الانتصارات وتلك الملاحم البطولية التي كانوا بسببها حررت هذه الاراضي التي انتزعت من المنظمه الارهابيه داعش وخصوصا محافظه صلاح الدين وتكريت لها مواقف خاصه مع الحاج المهندس وكل اهل صلاح الدين يتذكرون ذلك ويعرفونه وكيف كانت علاقته معهم وكيف كانت علاقتهم معه فهذه العلاقه الطيبه الخيره هي دليل على هذا الاجتماع وهذه الألفة وهذه المحبة اليوم نراها فيما بيننا افتتحت هيئة الحشد الشعبي جدارية شهداؤنا فخرنا في مدينة تكريت والتي ضمت صورا لعدد من القيادات ومنها الشهيد أبو مهد المهندس وبمشاركة عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين في محافظة صلاح الدين واستنكر الحضور مآثر الشهداء الذين ضحوا من أجل تحرير الوطن من رجس الإرهاب حضرنا هذا اليوم لافتتاح الجدارية للقائد المجاهد أبو مهدي المهندس رحمه الله هذا الرجل الذي كان مخططا لمكافحة معارك تحرير محافظة صلاح الدين من براثن داعش الإرهابي وكان هو قائدا ومخططا وشجاعا وصبورا في المعارك وعنيدا في القتال اليوم نستذكر مآثرة هاي المحافظة وبدت عملياتنا لهيئة الحشد الشعبي والقوات المسلحة والقوات الأمنية من هالمحافظة تعليماته كانت واضحة سند القوات الأمنية والجيش ونصير أغادي كل هالقوات هاي والساند إلها فتحنا هذه الجدارية خلودا ووفاء لدماء الشهداء وعلى رأسهم الحاج أبو مهدي المهندس كان يعني توصياته واضحة بخصوص الأهالي بخصوص المحافظة صلاح الدين كوننا نحن جزء بها اللواء السادس في محافظة صلاح الدين ببداية التحرير الحمد لله وشكر وصانا وإن شاء الله ونبقى مستمرين على هذا النهج نهج أبو مهدي المهندس إن شاء الله وسنبقى مستمرين على نهجه وعلى توصياته تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين باشرت الملاكات الهندسيه والفنيه في بلديه تكريت برفع التجاوزات على الطريق الحولي في حي الزهور بهدف زياده المساحات الخضر وتوسعه الشارع واشار مدير خدمات تكريت الى البدء بدراسه فتح طريق ثان بالمنطقه ضمن توجيهات السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر خلال الجولة التفقدية التي أجراها مع السيد مدير بلدية تكريت المهندس عمر الجراد في داخل مركز مدينة تكريت ولاهتمامه بزيادة المناطق الخضراء وتوسيعتها وتوسعة الطرق الموجودة داخل المدينة ضرورة رفع التجاوزات الموجودة على الطريق الحولي لحي الزهور وأيضا زيادة المناطق الاهتمام بالمناطق الخضراء وتوسعة الطريق وجه السيد المحافظ بفتح سائد ثاني هناك هذا المشروع خلال الدراسة التي تجريها بلدية تكريت وتوسعة الطريق أيضا ومشروع زرع غابة من الأشجار والمناطق الخضراء زياده المناطق الخضراء في هذا الطريق احنا كوادر خدميه تقوم الكوادر الخدميه ضمن هذه التوجيهات بعمليه رفع كل الانقاض المتواجده في هذا الطريق بالتعاون مع وحده التجاوزات الموجوده في بلديه تكريت لتبليغ كل المتجاوزين على هذا الطريق واليوم ان شاء الله الوضع احسن ونشاهد المواطنين يستجيبون اكو استجابه من كل المواطنين برفع هذه التجاوزات. بالنسبه للتجاوزات مال الحولي، مال صلاح الدين، مال التكريت. اهم نقطه هي انه تنشال التجاوزات لكي تكون مدينه اجمل واحلى. يعني هاي الانقاذ كلها والاوساخ داخل المدينه شلون يرهم؟ ما يرهم. انا اول ساحه عندي، اول من شلت اول واحد، ارحب بهذا القرار لان خطوه ايجابيه للمدينه وتكون مدينة أجمل شارع سايد ثاني أولا تقل الحوادث ثانيا الزخم مال السايد الأول يتقل نحن نشكر المحافظ على هذه المساهمة والمبادرة الطيبة ونحن نتمنى أن يكون عندنا سايد ثاني لأن صراحة احنا كمحلات متضررين لاكو أحد يقدر يوقف منا لحد هذا وبنفس الوقت تكون المدينة أجمل يعني ويفك الازدحامات الموبية يواصل محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل جولاته اليوميه ومتابعته الميدانيه للمشاريع المنفذه والتي ستنفذ ضمن خطه موضوعه سلفا وبما يحقق التقدم الخدمي والعمراني الذي يليق باسم المحافظه. المزيد من التفاصيل مع التقرير التالي. المشاريع بمختلف قطاعاتها وجوانبها تمثل الانطلاق الحقيقي للنهوض بواقع المجتمعات. والذي يعد الاساس بتوفير مقومات العيش الكريم. ونجاح هكذا مشاريع مرتبط بعوامل كثيره منها التمويل المالي اللازم والاستقرار الامني والسياسي. مختصون بهذا الشان يؤكدون بانه يجب ان يكون لهذا التمويل اهدافا استراتيجيه بعيده المدى. ومتجه نحو مشاريع قادره على خلق قيمة إيجابية تعود بالمنفعة العامة على الجميع، وأن تزيد من وتيرة عجلة التنمية، وأن تخلق حالة من التفاعل الحقيقي بين المشاريع كافة، إذ تمثل المشاريع دورًا أساسي ومحوري في الإنتاج وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية. التي تساعد على تنميه الدوله وخدمه المواطن. محافظه صلاح الدين وبعد دحر الارهاب منها اصبحت تنعم باجواء امنه ومستقره وتعيش حاله يتوسطها السلم الاهلي والمجتمعي. اذ جاءت جولات الدكتور المهندس عمار جبر خليل لتكون مكمله لهذه العناصر الايجابيه. التي تساعد على إقامة المشاريع وتوسيعها على صعيد المحافظة إذ وجه محافظ صلاح الدين دوائر البلدية في جميع أقضية ونواحي المحافظة بإدامة وتوسيع المساحات الخضراء وإنشاء أخرى جديدة لتكون مراكز ترفيه للمواطنين بالاستفادة من الاستقرار الأمني الذي يعيشه أبناء صلاح الدين اليوم وبما يؤمن ظروفا حياتيه تعزز التطور في صلاح الدين ضمن المتوفر من الامكانيات. بحيث تبقى خدمه المواطن الهدف الاسمى، وان العام الحالي سيشهد الكثير من المشاريع الحيويه التي تخدم المواطنين. وان جميع مناطق المحافظه ستظهر بصور مشرقه مع حاله الاستقرار الامني والمجتمعي فيها، رغم الصعاب والتحديات الراهنه التي يمر بها البلد مما يتطلب من الجميع مواجهتها لتحسين واقع المجتمع وازدهاره أكد مدير الشركة العامة لتجهيز المواد الغذائية في صلاح الدين حسين محمود عواد المباشرة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بين المواطنين، مشيراً إلى أن سبب تأخر التوزيع هو عدم إقرار الموازنة الاتحادية، مشيداً بتواصل حكومة المحافظة اليومي ومتابعتها على إيصال المفردات للمواطنين والنازحين خصوصاً. الشركة العامة لإدارة المواد الغذائية باشرت بتوزيع مفردات البطاقة التموينية اللي هي الزيت والسكر والرز على المواطنين في قضاء تكريت وقضاء سامراء قضاء الدور وقضاء العلم وقضاء بيجي ومستمرين حاليا بالتجهيز لمناطق جنوب المحافظة. حقيقة تأخرت المواد الغذائية لمدة شهر بسبب عدم المصادقة على الموازنة والحمد لله اليوم تم توقيع عقود من قبل وزارة التجارة وإيصال المواد الغذائية متوفرة حاليا لمدة شهرين حاليا لحين إكمال إيصال المواد المتبقية حقيقة إدارة محافظة صلاح الدين ويعني متواصلة تواصل يعني بشكل يومي مع الشركه حول توزيع مفردات البطاقه التامينيه خصوصا على النازحين المتواجدين في المخيمات والمنتشرين في اقضيه المحافظه ولهم اولويه بالتجهيز مفردات البطاقه التامينيه طالب أهالي محافظة صلاح الدين بصرف منحة المليون ونصف المليون دينار المخصصة للعوائل العائدة من النزوح مبدين استغرابهم من تأخر صرفها رغم مرور سنوات على عودتهم وتسليم ملفاتهم إلى دائرة الهجرة <applause> احنا اكثرنا ما استلمنا المليون ونص أستاذ عز ما نعرف السبب شنو نراجع الدائره دائره الهجره وما من بس مواعيد وماكو كل شيء اي اجراءات جديده ماكو وفايلات ومستمسكات وعيدوها وماكو كل شيء لحد الان حصل من 2015 لسه طبعا مستحقاتنا هذا المليون ونص ما استلمنا احنا ما استلمنا لسه نطالب بالمليون صح احنا ما استلمنا المليون ونص من جينا من التهجير لحد الان ما استلمناه يسولفون لنا بيقول راح يجي وراح نعطيكم مليون ونص الروح ما 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 استلمنا لحد الان لا والله ما استلمنا هي من زمن التهجير الى حد الان اكو ناس معتاده واكو ناس يمكن ما عندها فدنه اي والله نكيف المليون ونص من يجي هو العالم ما عندها حد اول ثاني لحد هاي الثانيه ما استلمت درهم ايش قد انطوا مساعدات 480 لحد هاليوم ما استلمت ولا عانه واحده. نطلب من الله عن مساعدتكم. أقرح يعني مساعدتكم اقرا احنا عراقيين ولا انسان يعني الرسول عليه يقول من فطر صايم على تمره لا اجر صايم. احنا مهجرين وبيوتنا محروقه ولحد الان ما استلمنا لعانة واحده. كنت بكركوك ظلنا ثلاث سنين ورجعنا على البيت قدمنا فايلات وماكو ماكو اي ما كثر ناس ما استلمت بس نطوي ساميت ومو هاي وماكو حتى مساعدات هاي ماكو بس ياخذون استنساخ وهذا هو حث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على جهود تشكيل الحكومة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له ان عبد المهدي استقبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وجرى تداول في تطورات الاوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومه الجديده واضاف ان اللقاء اكد على ضروره تعاون جميع القوى لتسهيل مهمه رئيس الوزراء المكلف في الاسراع باختيار الكابينه الوزاريه وتعزيز عمل مؤسسات الدوله إلى ذلك كشف بهاء الأعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عن أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اختار في حدود عشرة وزراء من أعضاء كابينته الحكومية المرتقبة وفي طريقه لإكمال الوزارات المتبقية مضيفا أن غالبية الأسماء الجديدة بعيدة عن الواقع السياسي رغم أن قسما منهم قد يكونوا مشتركين في العملية السياسية وشكك الأعراج بإمكانية وصول علاوي إلى مرحلة عرض كابينته الحكومية على مجلس النواب لمنحها الثقة في ظل التقاطعات والخلافات والاعتراضات التي تبديها غالبية الكتل السياسية على عملية اختيار الوزراء من جهته قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني انه من المستحيل ان تتنازل الكتل الشيعيه عن حصتها في توزيع الحقائب الوزاريه، وحديثها للاعلام بهذا الموضوع مجرد ايهام الشارع العراقي لانها لن تفرط بالمكاسب التي حصلت عليها بعد عام 2003، واضاف ان تصريحات هذه الكتل بهذا الشان تاتي من باب امتصاص غضب الشارع العراقي المنتفض ضدها وايهامه لا في الى انها لن توافق على منح الحريه لعلاوي في اختيار وزرائه يستمر رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بمشاوراته لتشكيل كابينته الوزاريه وهو بمواجهه موقفين تتطلب منه الحنكه السياسيه للتعامل فيها فالاول ضغط الشارع والثاني الحقوق الدستوريه للعمليه السياسيه التقرير يسلط الضوء على المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع يعكف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على اختيار تشكيلة وزارية جديدة لتأليف حكومة تتناسب وحجم التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وتنسجم مع تطلعات الشارع العراقي الذي يتظاهر في الشوارع منذ أكثر من أربعة أشهر واستطاع أن يعبر حواجز طالما وقفت حائلا أمام تطلعات المواطن العراقية الى الامن والاستقرار وكثير من الخدمات الاساسيه التي حرم منها لعقود لكن صوت الشعب تمكن من الوصول الى مسمع ولاه الامر في البلد وحرك ماء راكدا نتجت عنه عده اجراءات على المستوى الدستوري والتنفيذي وتمخض عنها اقاله حكومه عادل عبد المهدي وتكليف محمد توفيق علاوي بدلا عنه لرئاسه الحكومه الجديده ورغم الجدل الدائر والمستمر بشكل ملفت حول التكليف وطريقته ومقبولية الرجل من الشارع العراقي الذي أصبح رقما مهما في المشاركة الفعلية في القرار السياسي إلا أن المستقبل لم يكن أكثر وضوحا بعد التكليف إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الوقائع على الأرض التي رسمت صورة مشهد يراد له أن يكون معبرا حقيقيا عن عزم العراقيين المضي في طريق مغاير لما دأبت عليه الصورة النمطية لبلدهم الذي عانى كثيرا من ازمات الحروب والعقوبات الاقتصاديه والتدخلات الخارجيه التي اثرت كثيرا في مسيرتهم نحو حياه حره كريمه كشعوب الارض التي تنعم بالامن والامانه والتمتع بخيرات وموارد البلد ومهما يكن من الامر فان بعض الكتل السياسيه بدت اكثر تشبثا بحصولها على وزارات وتطرح افكارا مثل ان تقدم لكل حقيبه ثلاثه او اربعه مرشحين على ان يختار علاوي من بينهم من يرغب فيه واعتبر البعض ان ذلك حق حصري لعمليه سياسيه ورثوا مكتسباتها وامتيازاتها من دستور يعاني من الثغرات وعمليه سياسيه اقل ما توصف انها عرجاء قائمه على المحاصصه والتمييز بين المكونات لا على اساس المواطنه والكفاءه والقدره على الاداره الواعيه لمؤسسات الدوله واركانها كل ذلك يجعل المتابعين للشان العراقي يتساءلون عن امكانيه المكلف الجديد الخروج بصيغه مقنعه لتشكيله كابنته الحكوميه المرتقبه واجتياز اختبار اقل ما يقال عنه انه معقد وصعب وسط تجاذبات حاده قد تفضي الى الانسحاب والاعتذار عن اكمال المهمه اكد رئيس حكومه اقليم كردستان مسرور بارزاني على ضروره ان تكون للحكومه القادمه علاقات جيده مع كردستان فيما اشار الى ان الاقليم يدعم حكومه تلتزم بحقوقه الدستوريه وقال مكتب رئيس حكومه الاقليم في بيان له ان بارزاني استقبل وزير الخارجيه في الحكومه الاتحاديه محمد علي الحكيم جرى بحث اخر التطورات الراهنه في العراق والمنطقه وتم تاكيد اهميه استقرار الاوضاع في العراق وتشكيل حكومه تمثل جميع الاطراف وتحظى بثقه غالبيه العراقيين من جانب آخر افتتحت وزارة الخارجية العراقية مكتباً خاصاً لها في مدينة أربيل، وأكد الوزير محمد علي الحكيم في مؤتمر صحفي أن المكتب مخصص لشؤون المواطنين والسائحين، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مكتب ثانٍ في السليمانية للتخفيف من عبء المراجعات إلى مقر الوزارة. استقبلت النائب علي الإمارة رئيسة لجنة الصداقة العراقية الإيرانية في مجلس النواب رئيسة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والمسجلة لدى الأمم المتحدة راست أوسترلو سكايت بحضور عدد من عوائل المفقودين ومن مختلف المحافظات حيث تم الاستماع لهم وتسجيل طلباتهم لدى اللجنة الدولية ومناقشة السبل المتاحة لإيجاد أي فرصة لمعرفة مصير أبنائهم كشفت قيادة شرطة ديالا عن نتائج مهمة في حربها للقضاء على آفة المخدرات في عموم المحافظة مبينة أن الفترة القليلة الماضية شهدت الإطاحة بكبار تجار المخدرات وعدد من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من بينهم مراهقين دون سن البلوغ إلى ذلك أعلنت هيئة المنافذ الحدودية أن إدارة منفذ زرباطي الحدودي في محافظة واسط ضبطت مسافرين ايرانيين بحوزتهم كميه من ماده التريات اضافه لحبوب مخدره أفاد مصدر أمني في قضاء الزبير غربي البصرة بتمكن قوة أمنية من مكتب استخبارات ومكافحة الإرهاب من اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص بينهم امرأة مختصة بعمليات النصب والابتزاز الألكتروني مقابل الحصول على الأموال موضحا أن عملية الاعتقال جرت في منطقة سوق سوادي وقد تم تدوين أقوالهم واعترافاتهم بابتزاز العديد من المواطنين عبر أجهزة الهاتف ومواقع مواقع التواصل الاجتماعي واحالتهم الى القضاء. في مشهد غير مالوف لاغلب الاجيال العراقيه ومنذ عشرات السنين تابع سكان عدد من مدن محافظه صلاح الدين والعاصمه بغداد مدنهم وهي مغطاه باللون الابيض بسبب هطول الثلوج، ولتوثيق هذه الحاله الفريده امتلأت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من الصور ومقاطع الفيديو، وتسبب هطول الثلوج واستمرار انخفاض درجات الحراره في نينوى واقليم كردستان في اغلاق معظم الطرق الخارجيه وتوقف شبه تام لحركه السيارات. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل وزير التخطيط يعلن تخصيص عشر ألف دونم لإنشاء مدينة زراعية ترامب يلوح بإنشاء أعظم قوة نووية بالعالم في غياب اتفاق مع روسيا والصين أهلا بكم من جديد أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي تخصيص عشر ألف دونما لإنشاء مدينة زراعية و200 دونما لإنشاء مدينة صناعية في محافظة ذيقار وضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب وبالتنسيق مع هيئة استثمار المحافظة وذكر بيان للوزارة أن الدليمي وخلال ترأسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمشروع تشغيل الشباب اكد مساعي الوزاره نحو استثمار براءات الاختراع المسجله لدى الجهاز المركزي للتقيس والسيطره النوعيه بهدف دعم المخترعين وتطوير قدراتهم أكد مصرف الرافدين قبوله قطعة أرض من دار المواطن الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار دار سكني في منح قرض الخمسين مليون دينار للبناء شرط أن تكون قطعة الأرض السكنية باسم المواطن صاحب هذا القرض وأن تكون على وجه الاستقلال أو بالاسم المشترك وبموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند وذلك ليتم رهنه لصالح المصرف. أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مباشرتها بتجميع سيارات كريد وول الصينية وقال مدير عام الشركة إن السيارات ستطرح في السوق في الوقت القريب العاجل وبسعر 18 مليون دينار عراقي نقدا مضيفا ان هذه السيارات ذات مواصفات عالميه ومجهزه بكل شروط المتانه والامان وخاضعه للتقيس والسيطره النوعيه أحبطت الهيئة العامة للجمارك محاولة تهريب عدد من السيارات المخالفة للتعليمات من الموانئ العراقية الجنوبية، وتمكنت ملاكاتها في جمرك أم قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط ثماني سيارات دون الموديل المسموح بإستيراده، أخفيت داخل حاويتين في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة. قتل عدد من الارهابيين في حملة امنيه نفذتها قوات الامن المصريه على احد المساكن بحي الزهور بمدينه العريش شمالي سيناء، وذكرت مصادر امنيه انه فور وصول القوات بادرت العناصر الارهابيه باطلاق النار عليها، ووقعت اشتباكات عنيفه اسفرت عن قتل 17 ارهابيا، وضبط بحوزتهم اسلحه الية وذخائر واحزمه ناسفه وقنابل يدويه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في ظل غياب اتفاقات مع روسيا والصين للحد من التسلح فإن الولايات المتحدة ستنشئ أعظم قوة نووية في العالم، وقال ترامب أن روسيا والصين تريدان الآن مفاوضتنا لوقف اتفاق مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية، وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق أن الاتفاق مع روسيا بشأن الحد من التسلح يجب أن يشمل ليس فقط الأسلحة التي تقع ضمن معاهده ستارت ثلاثه بل المعدات والوسائل التي تستخدم في نقلها ايضا ضربت عاصفه سياره شمال اوروبا وهي مصحوبه بامطار غزيره وبرياح في قوه الاعصار ما اجبر السلطات على تعليق الرحلات الجويه والرحلات على متن القطارات والغاء الرحلات البحريه في دجبول الالمانيه كما الغيت بسببها مباريات رياضه في وقت دعت السلطات الاهالي الى البقاء داخل منازلهم ستوقف شركه صناعه السيارات اليابانيه نيسان الانتاج بشكل مؤقت في مصنع لها في جزيره كيوشو جنوب غربي البلاد وذلك بسبب فيروس كورونا وقال صحيفه يابانيه ان الشركه ستوقف اثنين من خطوط الانتاج يوم الجمعه المقبل بالاضافه الى خط اخر مختص بانتاج سيارات التصدير سيتم ايقافه يوم الاثنين المقبل يمكن للنظر الى الارض من الاف الكيلومترات من الفضاء ان يكشف عن انماط لا يمكن ملاحظتها مطلقا على الارض من بينها تشكيلات غيوم زهريه غامضه ظهرت في السماء وتبدو الغيوم التي ظهرت في صور جديده التقطت قباله الساحل الغربي لاستراليا بواسطه القمر الصناعي اوكوا التابع لوكاله الفضاء الامريكيه ناسا بمثابه زهور ثلجيه وهي عباره عن غيوم اشعاعيه ومن الاشكال النادره للغيوم ويستحيل رؤيتها من الارض لانها تمتد على مسافات طويله اكتشف علماء في كندا فصيلة جديدة من الديناصورات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفصيلة التيرانوصور الذي يوصف بأنه الديناصور الطاغية والذي ساد في سهول أمريكا الشمالية قبل نحو ثمانين مليون عام ويعتقد أن الديناصور الجديد هو العضو الأقدم في عائلة هذه الفصيلة والذي يتم اكتشافه في شمال القارة الأمريكية الشمالية وأن ارتفاعه يصل إلى ثمانية أمتار وقالت استاذه مختصه في جامعه كالاغري الكنديه لقد اخترنا اسما يجسد ما كان عليه هذا الديناصور كونه المفترس الكبير الوحيد المعروف في ذلك الوقت في كندا وهو حاصد الموت شهدت مدينة ماما دشيش الروسية ما يعرف باحتفال المزلاج بيت الصنع والذي شهد بدوره إنشاء عدد من الأكواخ المستوحاة من الحكايات الخيالية وارتدت الفرق المتنافسه ازياء تنكريه قبل ان تنزلق اسفل تله جليديه وعلى طول مسار طوله 300 متر ليتم تقييم المشاركات وضمن اربع فئات هي افضل زي والمزلاج الاكثر ابداعا والمسافه المقطوعه خلال زمن معين. النشرة انتهت وهذا تذكير بالعناوين. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يحذر علاوي من التجاوز على دستورية الكتل السياسية ومطالب المتظاهرين. محافظ صلاح الدين يعلن الموافقة على افتتاح ملاحظية التسجيل العقاري في بيجي. ويشارك باجتماع للاحصاء السكاني مؤسسات ودوائر حكوميه تثمن دور محافظ صلاح الدين في الارتقاء بالواقع الخدمي وبما يلبي طموح المواطن القوات الامنيه مستمره بملاحقه عصابات الجريمه المنظمه، وبغداد ومدن عده تكتسي باللون الابيض. شكرا لحسن المتابعه نلقاكم على الف خير.